الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم احنا زرنا الشخص اللي دا ميور دو راس، احسن كلب، ماشي احسن، احسن كلب واحسن مالينوا في المعرض الدولي اللي تقام، ليكسبوزيسيون اللي تقام، اللي دارتو سونترال كارين. اليوم مع يوسف غادي نعرفوا الكلب والمعايير ديال المالينوا الحقيقيه الاخوان، باش تشوفوا تعرفوا هذه لا راس بير. شوفوا معايا باش الدراري تبدل لي من النظره. حنا ما كنهاجموش شي واحد، حنا كاملين خوش كما كتشوفوا. هذا هو احسن كلب داها تبارك الله. بغيت لي شاف شي حاجه يقول تبارك الله ويبارطاجي خويا يوسف ضروري. غنخلي لكم النمره ديالو اللي بغيت يتواصل معاه، غادي تلقاوها. اللهم يسر يوسف. السلام عليكم. مرحبا. كيداير لاباس عليك؟ بخير. هذا نهار كبير. الله يكبر بك، الله يبارك فيك. مبروك عواشركم اخوتي. علينا وعليك يا ربي. الله يحفظك. بغينا نعرفوا بما انك تشدي شي ميور دو راس، بغيناك تقربنا اكثر. شنو ملي شاركتي في ليكسبوزيسيون شنو ديتي بالكلب ديالك والنوع ديالو، شنو هما الجوائز اللي ديتي في ليكسبو؟ الكلب ديالي اخويا كنا اول مره طلعنا ليكسبو كان في 2022. كان دا ميور راس في المالينوا. رويا في انترناسيونال. ودابا في 2024 دا ميور راس في كاع لي راس في المعرض كامل. المعرض كامل يعني الناس اللي شاركوا بر... يعني الناس اللي دو... الروش البيرجي كل شيء، هذا اختاروا الحكام على احسن كلب في المعرض كامل. كانوا شي جوج حكام اختاروه هو بالضبط، اختاروه هو بالضبط. معايير اللي فيه الزين اللي فيه الحروف، فهمتيني؟ معايير دوليه. دوليه هذه كتسمى المالينوا الحقيقيه ياك؟ حقيقيه وقليل فين بقى تلقاها. هذه اش من مالينوا هذه؟ عذر لنا على كشط. مالينوا كلاسيك. كلاسيك تبارك الله. اللهم يسر. الله يكبر بك خويا. يوسف، بزاف الناس غيقولوا سول لنا السيد، يعني نورمالمون خصنا نسولوا الناس اللي داو البطوله. شنو كتوكل الكلب ديالك؟ خويا ما نكذبش عليك، ما احنا بغينا الصراحه خويا يوسف. الصراحه هي اللي كاينه. كلب كياكل كاركاس، رجلين، ريوسا، فهمتيني؟ لا غير على بال ما كاينش شي اضافات. عارف ايه راه مولوع مربي كلبي ولد الشعب. ولد الشعب، ولد الدرب السلطان من الاخر. ايه ومرحبا بك خويا حماد. ايه نقدروا وقف لنا الكلب اونستاشيك وهضر لنا عليه هذاك الشيء خويا. وكنعرفوك بان الدراري تولعوا من عندك وولاد الكلبه ديالك ابطال. ابير لا اش ايه اللهم يسر. المعايير ديال المالينو الحقيقيه كلاسيك هي هذه. انا اخوان اللي ديما تيهضر عليها الاخ بادي تبارك الله. ايه شكرو. ايه راه قال فوق بزاف كلام زوين وشكرك. الله يحفظك. الله يكبر بك. ايه اخوان كما كتشوفوا هادو هما المعايير ديال المالينو الحقيقيه. احنا اخوان ما كنهاجموش شي واحد، احنا خوت، احنا بغينا غير نوصلوا المعلومه. احنا كاملين خوت الحمد لله. خوتي كاملين كل شيء الله يسهل بدون استثناء. مرحبا. بدون استثناء الله يسهل على الجميع. شنو النصائح ديالك خويا يوسف؟ هي هذه بيرلا بنت ايفي. بنت من؟ فيتها والدها راه الدراري الاولياء يعرفوهم. برنس وكاير معروفين. ايه تما ابطال. ابطال. اللهم يسر. دابا بزاف ديال الناس اخويا غيبغيو يسولوا، بغينا من عندك الشيو مثلا. مرحبا. بغينا لي شيو. حنا النمره ديالك هي حطينا، هضر لينا على لي شيو والفرق ما بين الاشمينه وهادشي، باش الناس توعى شويه وصلت الثقافه. عارف خويا حماد راه ماشي كما الشيف البارح في الكاميرا، ماشي كاع المالينوات بحال هكا. ايه. كاين المالينوات راك عارف شحال كيتباعوا على حسب دابا اللي ولا دابا راه ماشي كلشي بحال. دابا كاين اللي كيقول لك انا مالين ورا دايره 1000 درهم اخويا. لا لا اخويا البياسات الملاح راه باينه في ديكري والحروف والزينه والكراكتر راه باينه تباع بثمن شويه زايد. هي اخويا يوسف شحال كاع كاين طالع الثمن على العادي؟ طالع الثمن على العادي. هادشي اللي كاين دابا. اي اخويا. فهمتيني الا بغى بنادم بغى يتولى راه باينه غيزيد في الثمن. غيزيد في الثمن. ما نكذبش عليك شاري لا اثمنه شاري لا بثمن زايد. اي. ولكن مولعين اخويا. مولعين. انا اصلا التفكير ديالي اللهم ناخذ المليح ولا ما ناخذ والو. اسمع. من الاخر اخويا. والبيديكري. الجاهل ديالي انا. وبالبيديكري هذه حاجه باينه. بالبيديكري اخويا. وشنو نصيحتك للشباب باش نزيدوا بالولاع على القدام؟ بغينا نشوف الولاعة تزيد. نشوفوا شاب بحالك، شاب اخرين كيدخلوا ليكسبو كي عندهم لا كاليتي ولاد الشعب، بغينا حتى هما يتولعوا. شنو النصائح؟ المهم في هذا الشيء كامل بنادم يتهلاو في السلاله اخويا، ما يبقاوش يخسروا، ماشي يكوبليو مع اي واحد. راه كيما انا وشحال من واحد نصحني ما تكوبليش مع اي كلبه كيما كانت، تكوبلي مع شي حاجه مليحه
فهمتيني، كاركتير الحروف الجماليه راك وي فهمتيني، وفتيسي الله والدراري ولي عيار باقين اكيد باقي. الدراري كاينين عندهم كليبات زوينه تبارك الله. واللي بغى يكوبلي مع بطل المغرب مرحبا به يتواصل معاك. مرحبا بخوش. اييه غنخليو لكم النمره ان شاء الله. اييه 07 08 60 77 02. اللهم يسر. نعاودو. اييه غادي نكتبها ليه ماشي مشكل. 08 60 77 02. وكيفاش كتشوف الولاعه؟ واش بدات غادا كتزيد لقدام؟ لا غادا كترجع. غادا كتزاد لقدام. غادا كترجع تبارك الله. الدراري دوك يرجعوا للمواليد. اييه دوك يرجعوا ياخذوا بياسات. وبغيناهم يرجعوا. شحال من واحد من الدراري كنعرفهم وليعيه يلا بعنا لهم بياسات ملاح تبارك الله. بخير. غادي وراه خداو خداو عرفوا منين خداو. يعني باش اخوان انا ماشي تقول شي واحد ينقص يقول لي لا راه كتلحس ليه في الكابا ولا شي حاجه. اسمع جا حكم من برا اعطاه احسن كلب. اذا انا كمتفرج مع الديفن قندوي. ايه بغينا نسولك اخر سؤال، واش نقدروا نشوفوك مثلا من غير لابوتي؟ نقدروا نشوفوك مثلا في الرينغ في الترافاي ان شاء الله قريب. هنا غادي كن فهمتي مع حساب العمل اللي خدام ما كاينش كاينش الوقت بزاف، ولكن حنا كنوجدوا ده باذن الله. عندي واحد صحابي ان شاء الله كنوجدوا باش الخدمه ان شاء الله. وباذن الله عز وجل. كلمه اخيره كن تحيه لكاع الموالي عمينا. امين الله يسهل. ما نساوش خوتنا كاملين. خوتنا كاملين كاملين الله يسهل عليهم بدون استثناء. شكرا خويا يونس الله يسهل عليك. يوسف يونس يوسف بجوج انبياء بجوج انبياء اسماء واعرين. شكرا بزاف خويا يونس. الله كيوصي فيا يوسف. تيسير الله. تيسير الله. الله يحفظك اخويا يوسف وربي معاك.